منذ عام 2017 دخلت العلاقات السعودية الصينية في مرحلة جديدة أرساها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الذي زار بكين. تركت الزيارة يومها أبعادا اقتصادية وسياسية وعمقت العلاقة مع الصين التي تعتبر الشريك التجاري الأول للسعودية. فقد قفز التبادل التجاري بين السعودية والصين من 3 مليارات دولار عام 2000 إلى 87 مليار دولار في عام 2021، أي أنه تضاعف أكثر من 22 مرة خلال عقدين. في المقابل تمثل السعودية أكبر شريك للصين في غرب آسيا وشمال إفريقيا، حيث تمكنت السعودية من أن تصبح المصدر الأول والمصدر الأول للنفط إلى الصين، متفوقة على روسيا الجارة الشمالية والشريك الاستراتيجي لبكين. فقد صدرت السعودية ما معدله 1,800,000 برميل يوميا في أكتوبر من عام 2022، وحافظت على تقدمها على روسيا. أما استثمارات مبادرة الحزام والطريق في مجال الطاقة، فكانت السعودية أكبر متلق لها بنحو 4.5 مليار دولار كاستثمارات الغاز الصينية في السعودية. وفي ظل الحرب الدائرة في أوكرانيا، تمكنت السعودية في شهر أغسطس من عام 2022 تمكنت من إمداد الصين بأكثر من 2 مليوني برميل نفط يوميا. الكميات الهامة من الصادرات النفطية السعودية للصين جعل الميزان التجاري لصالح الرياض ب 11 مليار دولار، حيث صدرت الصين 39 مليار دولار واستوردت منها 28 مليار دولار في عام 2020. تلك العلاقة تعمقت ووصلت وامتدت لمجالات أخرى بتوقيع الطرفين عام 2017 صفقة تقضي بإنشاء مصنع صيني للطائرات من دون طيار في السعودية، وذلك بحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية. ولم يتوقف التعاون في ذلك المجال عند هذا الحد، بل شرعت السعودية عام 2020 في تشييد منشأة نووية سلمية بمساعدة الصين، وذلك بحسب وول ستريت جورنال. تلك القمة السعودية الصينية تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات مع واشنطن فتوراً. ذلك الفتور صحيح أنه سياسي، لكنه ينعكس كذلك في تطور حجم العلاقات الاقتصادية بين الصين والسعودية من جانب، والصين والولايات المتحدة من جانب آخر. فما أبرز المؤشرات في العلاقات الاقتصادية بين الطرفين؟ نستعرض في هذا التقرير. الصين هي الشريك التجاري الأول للسعودية، فخلال عقدين تضاعف التبادل التجاري 22 مرة من 3 مليارات دولار في عام 2000 إلى 67 مليار دولار في 2020، كما استحوذت السعودية على 26.3% من التجارة الخارجية للصين مع الدول العربية العام الماضي. واستناداً إلى بيانات صينية رسمية، بلغ التبادل التجاري بينهما نحو 87.3 مليار دولار. حجم التبادل التجاري بين السعودية والصين أكبر بكثير من نظيره مع الولايات المتحدة التي تعتبر الشريك التجاري الرابع للولايات المتحدة، إذ ارتفع حجم التبادل التجاري السلعي بين واشنطن والرياض بنسبة 13.7% إلى 23.2 مليار دولار منذ بداية عام 2022 حتى نهاية شهر أغسطس. وبلغت الصادرات الأمريكية من الخدمات إلى السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري 5.288 مليار دولار، في حين بلغت الواردات الأمريكية من الخدمات من السعودية 7.271 مليار دولار.